الفقرات 2 و3 من المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 سنة 22 وتعديله، واستنادا لأحكام المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدورة الانتخابية المحلية وإعلانه، وحيث أن المقاعد المخصصة لهذه الدائرة 4 مقاعد يخصص منها مقعد المرأة ومقعد المسيحيين، وعليه تعلن لجنة الانتخاب في دائرة مادبة الانتخابية النتائج الأولية في هذه الدائرة على التوالي. أولا، بلغ عدد المقترضين في الدائرة 59964 مقترعا. بلغ عدد القوائم المترشحة في هذه الدائرة 10 قوائم محلية. القوائم الفائزة التي تجاوزت نسبة الحسم على مقاعد مسار التنافس الحر المخصص لهذه الدائرة، اسم القائمة الفائزة الوفاء حصلت على 9271، عدد المقاعد 1، عبد الهادي سليمان ثاني البريزات. عدد أصوات المترشح الفائز 8381. قائمة مادبة عدد أصوات القائمة 10080، عدد المقاعد 1، سامر نوفان العبابسة. عدد أصوات المترشح الفائز 5573. الكوتا نجمة شفيق الهواوشة كتلة الوفاء 6967. القائمة المحلية للمقعد المسيحي الوفاء عيسى ميكائيل سلامة نصار وحصل على 6141. بالتوفيق، الله يعطيك العافية، كل الاحترام والتقدير.